Hi guys, welcome back to my YouTube channel. عالتن نبلش الفيديو بقلكن مثل ما فيكن تشوفوا بالتايتل الفيديو اليوم بيحكي عن هيك هالمرة راح قلكن مثل ما فيكن تقروا على التيشيرت تبعي فيديو اليوم talks about أنا reacting to Miss Lebanon 2018 اللي منكن ما بيعرف أنا كنت مشتركة ب Miss Lebanon 2018 this is weird لإلي شوية بس كمان fun I think أكتر لأنه فيني أخبركم شو صار backstage inside jokes وستاف اللي صاروا معنا أنا بعد ولا مرة حضرته لمس لبنان كله تبع هالسنة ولا مرة استرجيت وكل مرة أنه ما كان بدي أشوف حالي على التلي it's weird, it's awkward و it's gonna be even more awkward هلا لأنه I'm doing it in front of a camera أول شي في عنا التيشيرت المس لبنان اللي كنا نلبسه وقتها كنا نروح نتطوع بمحلات وهيك تاني واحد هو the sleeping robe هلا مكتوب عليه هون مس لبنان و on the back في عنا oh my god لحظة أرزة مس لبنان in pink plus last but not least the مس لبنان wait this is on one side and this is the other side. Okay, ما رح طول كتير لأن الباجنت طويل شوي فرح بلش وأول كم ثانية ما لقيتهم ما قدرت نزلهم فرح بلش دغري من هون. Okay. بس قبل ما نبلش بتذكر إنه قبل ما نوصل على هالبوزيشن أنا تفركشت أنا وفايتي بس العالم ما لاحظوا thank god مع إنه كنا ضحكنا whatever بس إنه I'm gonna insert the video because I have it which is very funny. Okay. Let's begin. Oh my god, this is so weird. So لزمان مشتاقة. It was fun. أنا شو بحبهم بهالسنة. ريما was amazing. She is so kind, so down to earth. She is such a mom. ما رح أقول إنه mom بس إنه she's a boss ass woman who had the time to like oversee us تعرفت علينا كلنا واحدة واحدة literally بتعرفنا كلنا وبعدها لهلا بتتذكرنا هون اوكي هون was like really stressful لانه ما كان عبالي فلع على البيت وكون بعد انه ما عملت شيء وكنت مرات على الوقت تبعي كثير وهيك تيجوا ما ينقوني top 15 it's horrible وعن جد عن جد في كثير من البنات اللي ما طلعوا top 15 انا براسي انه كان لازم كل لحظات انتظار صعبة الاسم الاول من اصل 15 نعم سوري بس I have goosebumps ما بعرف ليه خايفة مع انه بعرف انه بطلع top 15 كنت كثير خايفة ناتالي اول ناتالي was my roommate وانه من اكثر واحدين تقربت فيهم بالcompetition please يقبرني جميلة she was one of my favorites for the win like she was one of my picks انه تتربح مس لبنان و I feel like she could have كذا واحدة كان فيها مخص يعني مايا طلعت وبحبها و she deserved it بس في كذا شخص بيستاهلها كمان يعني oh my god شو خبصت حكي هلا damn مين المرشحة السابعة هي أبي زيد. This was so cringy. Oh my god. ليه لا كنت اخذتها جهد مع ال... Anyways, هون كتير ارتحت نفسياً. Was a good moment. It was a good moment. I will have to... I get to walk in my dress. Oh my god, Maya Raidi tonight top 15? قد ايه حلوة هالانسانة بتذكر كنا قاعدين مثلا بالصف تبع الببليك سبيكينج ما بعرف شو بيعلي وتكون مثلا هي قاعدة قدامي هيك انا هيك كل وقت قد ما انا حلوة بتروحي تبرم تطلع فيها انا انه هاي هاي بتصور احلى بنت شايفتها in person ever جيسيكا كسروان
جيسكا من أكثر واحدين تقربت منهم. I love this girl. Please ليكو هيك with the black hair. She was so different. She was so so different. يعني فيني أقول إنه كلنا تقريبا بنشبه بعض شوية بشي طريقة. بس جيس was like the black swan in the best possible way. يارا أبو منصف. Okay, Yara was another one of my picks for Miss Lebanon. She's one of the ones that she تقربت منهم. والصبايا مستعدين للاستحقاق الأول. Okay. نبدأ. هلا the swimsuit walk. مشتركة أبي زيد. I love this clip. I love it. It was so much fun to film and I loved my makeup. Okay, another comment. My makeup was fucking horrible. كان بيقرف الميكب تبعي. كنت عم بقولهم انه بليز ما تقول الميكب تبعي وانه ما بيلبقلي. بس ما بيسمعوا مني لانه بيعرفوا احسن. بس انه بعرف وجهي. بعرف حالي. ليه تدخلوني امشي على ستيج مع ميكب بشع؟ ليه؟ كانوا مكترين لي ميكب تحت عيوني. انه I didn't even look, ما كنت بشبه حالي حتى. بس بهال البرومو, my makeup was really nice. ليه ما عملوا لي مثل البرومو ليه؟ cringe, cringe. They made me do it. Ah, okay, let's see the walk. كان جسمي كتير منيح وقتها بتذكر كتير عم بتمرن. اي كونتاكت جيرل انت ونازله الدرج بتعرفوا ذس اب؟ لا اوكي اوكي وقتها نزلوا نكت لبنانيز كمان عن ماي ووك. اي نيد تو كومنت اون ذس. كانت دايما لوسيا تعيط علي كيف ايدي انا عم بتمشى. ما بصدق انه نسيت انه لازم ثبت هالايد. I get it, I get it. بحق لكم تضحكوا. بتذكر كان كتير في كومنتس على تويتر كمان على هالموضوع. ما بدي كفي احضر بقى. اوكي رح نتخطى بعد ما شفت السكورز اللي حطوا لي اياهم. شفتوا الميك اب؟ يا اوكي صار وقت اخبركم the real tea. نيكولا جبران and I ما كنا رفقه ابدا. in fact ما كنا نحب بعض ابدا. رح اخبركم شو صار مره عنده وقت كنت عم بقيس فستان. اوكي بيسكلي هو بينقي لكم اي فساتين تقيسوا ومن اللي نقيهم هو بدكم تنقوا فستان. في مره قياسني فستان فوشيا. I shit you not. فوشيا بضوي ساتان بقرف. طلعت فيه قلت له اوكي انا ما كنت بدي اربح keep that in mind بس انه I was proving a point. طلعت فيه قلت له انه حسب توجوني ملكه بدون توجوني ملكه بفستان فوشيا عم بضوي. طلع فيه هو ضحك بوجهي يتوجوكي ملكه. That's what he told me. طلعت فيه قلت له عندي شعور انه وياك ما رح نتفق بس بسيطة رح نقي هيدا الفستان وقتها the blue dress كان الفستان الوحيد اللي كان ارحم واحد من نقي لي اياهم انه هيدا شيء كتير بيعصبني بعده لهلا. anyways please شوفوا السكورز and then هو 9.4 حتى بالانترفيو تبعي في محل بيجوا بيسألوني ليه قدمت مس لبنان. جوابت رح لكم على قد شو كان جوابي. قلت لهم انه انا بعتبر حالي شخص حلو وذكي وبيقدر وعنده شخصيه وشيء انه عنده شخصيه قويه انه انا I was just making a point انه انا بوثق بحالي. بيجي بيقطشني بيقول لي انت ذكيه؟ مين قال لك انك ذكيه؟ طلعت فيه ببروده قلت له اهلي بيقولوا لي انا ذكيه وتضحك. بس وقتها انا كمان اتضحكت هيدا لانه انه انا وياه عم نكت مع بعض بس انه اثنيناتنا ما بنحب بعض ابدا. اوكي هل عن جد ما بدي اشوفه؟ هيدا اللي عن جد ما بدي اشوفه. نار فايدة. قال the turn was good but the rest is
My walk here was not good. ما كانت حلوة, ما كانت منيحة, كانت كتير كرنجي, كانت كتير إنه في شغلة لازم تعرفوها, إنه كنت عم بوجع كتير during the entire walk. ليه؟ مستر نيكولا جبران اللي خبرناكم عنه اللي ما كنا نتفق معه أبدا كان بده يبيع الفستان لشخص تاني نهار دغري, فقرر ما يقصر ليه وكانوا طاويين ليه ومشكشكين فيه بنز, والبنز كانوا عم بيشكوا بإجريه, وقت شرحت الفستان كانوا مجبورين كلهم يمسحوا لي إجري لأن كانت عم تنزل كلها دم, كانت إجري literally من from the knee لحديد الحديد إجري من تحت كانت كلها 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 عم تنزف, كل ما كنت عم بمشي فشخة كنت عم تخزق أكتر بأجري, بس جربوا فهموا شو الشعور. هون بفهم ما يعطونا علامة منيحة. كلوي وطي يديك. This is horrible. ذكرين شوية. It's fine. فستان ناف كان بيبكي. كان بيبكي. اوكي هون اللحظه اللي كنت شوي بشعه زبطكم وراح اقول على شو كنت عم بحس during. او ماي جاد مايا طلعت توب 10 بمزح. سبويلر اليرت, مايا بتطلع مس لبنان. بتذكر هون فكرت انه بعد في محل واحد وعم بتطلع على رفقاتي جاس اللي كنت عن جد سو شوكت انه ما طلعت توب 10. وات بليز اول شيء شوفها الفستان, ثاني شيء كثير عملت منيح بالواكس تبعها وميك اب كان كثير حلو, كان كل شيء ظابط. فهيدا الشيء كمان بخليني نفكر انه بركي في واسطه وطلعوا حدا محله, ما بعرف بركي. بذكر زعلت انه كيف ما طلعت, كنت مفكره حالي عامله منيح بالواك, مفكره انا انه اوه ايموشن فيلينج, بس لا طلعت لا اتس فاين. بذكر هون دغري رجعت باك ستيج و I talked to my Twitter fan, but like I Twitter كنت كتير حابة لا لا أنا I'm there. وهالصورة أخذناها أنا وجاز تقريبا بعدها. بس كان كتير في هول الزبزبات تبع إنه حد عالم يبكوا قدام الكاميرا, ما راح أقول مين, بس كان في كتير عالم عم بيبكوا on command قدام الكاميرا for the hype I guess, ما بعرف, بس إنه كنت عم بضحك شوي. In the background. أنا كتير انقذت إنه ناتالي ما طلعت top 5 لأنه بقدر إلكن هيك إنه جوابها لناتالي كان أحسن جواب إذا بتكون تحكوا على eloquence. والشخص التاني اللي عن جد جوابه كتير impressed me هو يارا, كان عندها القوة حتى بالستريس إنه تنكت مع مارسيل غانم, like إنه أنا حتى إذا ماني ستريس I wouldn't نكت مع مارسيل غانم. مايا رعيدي كانوا عارفين انه مايا رح تطلع مس لبنان, كانوا عارفين حالكم, بس مثلا one clue as to why كانوا عارفين قبل ما يبلش الشو. اول شيء فستان, تاني شيء قبل ما نبلش السويم سوت واك تبعنا كنا كلنا قاعدين على الستيج ما كانوا عم بيصوروا, طلعوا تيم كوافيرات, كل التيم تبع الكوافيرات طلعونا عن مايا تيزبطوا لها شعره, مع انه كان في كذا واحدة منها شعره مش كثير كان انه بركي نفش شوي او شيء, بس انه يعني they targeted her انه يروحوا يزبطوا لها شعره. اقول لكم لاتيش ما بعرف, بس انه doesn't mean she doesn't deserve it, بس انه كانوا عارفين. Thanks انكم حضرتوا هالفيديو, I guess it was literally spilling tea. اوكي رح وقف اعمله لهالإفكت, بس انه كتير مبسوطة فيه. ان شاء الله تكونوا تسليتوا وانه ان شاء الله تكونوا سمعتوا شيء ما كنتوا عارفينه عن الباجنت. اذا انتم بنات فوق 18 وعم تفكروا to join Miss Lebanon, هلا obviously ما في مع الوضع وهيك, بس انه بالسنين اللي جايين انا اكيد بنصحكم تفوتوا, كتير بيسلي الشيء يعني ما بنسيها للاكسبيرينس. تخيلوا انه كنت بمس لبنان, تخيلوا وقت اجيبوا اولاد وخبرهم your mom is interesting, عامله قصص بحياتها كانت مس لبنان. قلبي انه اتس فاين وما خسرت شيء, كرامتي شوي. لا بمزح. نصيحتي لكم اذا فايتين فيها جديه انطروا للعمر ال 22 22 او لل 23 24 بدها ماتوريتي الخبريه, فتتكونوا ماتشور انف تعرفوا كيف تتعاملوا مع العالم, تعرفوا انتم شو بدكم, تتكونوا كبرتوا انف تعرفوا الميك اب اللي بيتبقى لكم, وانه اذا شعركم طويل احلى او قصير احلى. مثلا انا كنت بفضل انتم تكون شعري اطول مثلا تكون مس لبنان, انه بي مس لبنان بقول انه يا ريت نظرت كم سنة تفتت, بس غير هيك ما بندم على شيء. بحبكم كتير, لايك سبسكرايب كومنت, و see you in the next video. باي.
بيصير تشكيل الحكومات يعني. إذن he gets on my nerves. ازعجك يلا مارسيل. مارسيل غانم ازعجك just say it.